للتفاصيل حول هذا الخبر وغيره من أخبار الصحافة اللبنانية بينضم إلينا الزميل أحمد سنجام مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت. صباح الخير أحمد وأهلا بك في صباح جديد. ويمكن في أقل من أسبوعين بعد تعرض مطار أيضا رفيق الحريري للقرصنة ولنفس العملية بيتعرض أيضا الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني للقرصنة. لو تعطينا تفاصيل حول هذا الخبر أحمد. نعم، صباح الخير عليكي وصباح الخير على مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان. وجديد من العاصمة اللبنانية بيروت، بالفعل بالأمس تعرض موقع رئاسة مجلس النواب أو موقع مجلس النواب اللبناني إلى عملية قرصنة أدى إلى تعطيل الموقع بشكل كامل وخروجه من الخدمة، وتم حجب الموقع مؤقتا لحين العمل على إصلاحه، ثم عاد إلى الواجهة والنشر مرة أخرى. بالفعل هي عملية القرصنة الثانية التي يتعرض بها موقع رسمي لبناني في أقل من أسبوعين. من قبل أسبوعين تقريبا كانت هناك قرصنة لمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، ولكن هناك فارق بين العمليتين. العملية الأولى كانت تحمل رسالة موجهة تتعلق بالوضع في الجنوب اللبناني وبالحرب الدائرة أو بمخاوف اندلاع حرب ومواجهات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وكانت هذه العملية وفقا للمعلومات الأولية التي حصلنا عليها من التحقيقات أنها عملية خارجية استهدفت النظام الداخلي لمطار رفيق الحريري الدولي، وعرضت على شاشات المطار بالكامل رسالة موجهة بشكل معين إلى الجنوب أو تتعلق بالحرب في الجنوب اللبناني. أما بالأمس فكان هناك محاولة قرصنة لموقع مجلس النواب اللبناني، ولكن تم تعطيل الموقع، وكانت هناك لجنة للتحقيق والمتابعة، والتحقيق لا يزال جريا حتى الآن لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الخرق وأدت إلى قرصنة موقع مجلس النواب اللبناني. وخصوصا في هذا الوقت هناك جلسة لمجلس النواب اللبناني يوم الأربعاء والخميس المقبل، هذه الجلسة مخصصة لدراسة مشروع قانون موازنة عام 2024، وهذه هي المرة الأولى التي يتم مناقشة موازنة الدولة اللبنانية قبل أو في بداية العام المالي الذي يبدأ في شهر يناير من كل عام في الدولة اللبنانية. ربما هذه هي المرة الأولى من عام 2002، فبالتالي القرصنة ربما تأتي في سياق سياسي وربما تأتي في سياق خارجي. كل هذه الأمور ستسفر عنها أو ستظهرها نتائج التحقيقات التي تجري حاليا في عملية قرصنة الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني. نعم أحمد، بعد التحية هناك تصريحات للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وكان يناشد فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري لفتح مجلس النواب وإجراء انتخابات لانتخاب رئيس للجمهورية. إلى أي مدى هذا التصريح وهذه المناشدة ستلقى السمع أو الاستجابة من رئيس مجلس النواب؟ نعم، بالفعل الكاردينال بشارة بطرس الراعي راعي الكنيسة البطريركية أو الكنيسة المارونية في لبنان تحدث بالأمس عن هذا الأمر. مر عام 2023 بالكامل في فراغ رئاسي في الدولة اللبنانية، ولم يعقد مجلس النواب اللبناني سوى جلستين لانتخاب رئيس جديد للبلاد. البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ناشد رئيس مجلس النواب اللبناني، ناشد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 عضوا بالإسراع بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لأن لبنان مر عليه أكثر من عام، ربما يدخل اقترب من النصف العام الثاني في فراغ رئاسي يفاقم الأزمات الموجودة في الدولة اللبنانية، ويؤدي إلى أيضا شلل تشريعي، لأن هناك انقسام حاد في صفوف السياسيين اللبنانيين حول فكرة عقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي في ظل الفراغ الرئاسي. فبالتالي الفراغ الرئاسي يعطل السلطة التشريعية، أيضا يعطل السلطة التنفيذية، لكون الحكومة القائمة حاليا هي حكومة تصريف أعمال لا تملك كامل صلاحياتها، وأيضا لا تملك كامل صلاحيات الرئيس وفقا للدستور الذي يجعل صلاحيات الرئيس في يد الحكومة في غياب رئيس الجمهورية. فبالتالي هناك أزمة تشريعية، هناك أزمة أيضا في السلطة التنفيذية. هذه الأزمات مفتاحها الوحيد هو انتخاب رئيس جديد للبلاد. انتخاب رئيس جديد للبلاد مفتاحه الوحيد أيضا هو التوافق بين الكتل السياسية والنيابية من أجل عقد جلسات تسفر عن انتخاب أو تسمية رئيس جديد للبلاد ينهي هذه الأزمات المتفاقمة، وخصوصا في ظل الوضع في الجنوب اللبناني. فمن هنا كانت هذه المناشدة في العظة الأسبوعية للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الأمس
هذه المناشدة بعقد جلسات متتالية لا تنتهي ولا تتوقف إلا بتسمية رئيس جديد للبلاد. طيب بعيدا بقى هاخدك بعيدا عن السياسه شويه يا احمد ونتكلم عن موسم التزلج واللي بيعتبر من اهم المواسم السياحيه في لبنان، ولكن طبعا بسبب التغيرات المناخيه اللي بدات مؤخرا تجتاح العالم بدات ايضا تؤثر على بدايه مواسم مثل هذه المناسبات المهمه يعني، لكن ماذا بدايه عن ايضا عن بدايه موسم التزلج في لبنان واللي بدا رسميا فعلا بسبب العاصفه حنين؟ يعني الصحف اللبنانية اليوم تكتسي بالبياض بسبب الصورة الرئيسية في أغلب الصحف اللبنانية الصادرة اليوم لافتتاح موسم التزلج، هذا الموسم السياحي الهام للدولة اللبنانية والذي تم افتتاحه رسميا يوم الخميس والجمعة الماضيين. هناك صور كثيرة لافتتاح هذا الموسم الذي تأخر كثيرا هذا العام بفعل التغيرات المناخية التي أدت إلى عدم تراكم الثلوج، وحتى إن كانت الثلوج حتى الآن لا تتراكم بالكثافة المطلوبة لكافة الأعمال المتعلقة بالتزلج والرياضات التزلج، ولكن بدأ الموسم على أمل أن تكون هناك عواصف مقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة تجعل كثافة الثلوج قابلة لكافة الرياضات التزلج وعمل الموسم بشكل كامل. كانت هناك العاصفة حنين التي كانت مصدر رزق لكثير من اللبنانيين وخصوصا في الجبال اللبنانية التي اكتست بالبياض وبدأ بالفعل موسم التزلج. هذا الموسم هو حدث سياحي هام جدا للدولة اللبنانية، حدث سياحي أيضا وفريد للبنانيين بشكل عام. كان هناك إقبال كبير جدا على مدار عطلة نهاية الأسبوع على جبال الأرز وأيضا فريا وعدد من المناطق الأخرى في جبال لبنان من أجل الاستمتاع بالثلوج التي بدأت بالفعل تتساقط وبدأت تكون كثافات قابلة لبدء أعمال الرياضات والتزلج عليها. نعم أحمد، يعني الناس تقصد لبنان تقريبا بشهر فريد وهام جدا للبنانيين، تقصده بشهر 12 للتزلج وهذا ما لم يحصل هذه السنة بسبب تأخير. سؤال سريعا، أنت كيف علاقتك بالثلج وهل طلعت على فرايا ولا حتصورنا شي ريبورتاج من فوق؟ بالتأكيد إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة فرايا وحنصور تقرير من فوق، بس ما كانش ينفع يبدأ موسم التلج من غير ما أشوفه، فأنا طلعت فعلا جبال الشوف أرض الشوف، ربما هي قريبة شوية من بيروت، فبالتالي كان لي الحظ إن أنا أشوف تلج لبنان في أرض الشوف السنة دي. مراسلنا أحمد سنجام مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، شكرا ليك أحمد على كل هذه التفاصيل.